السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير. وبسلامة رجعنا فيديو جديد من لعبة فورتنايت، تحدي اخر من تحديات الاسبوع الثاني بعد ما نزلت السيارة. طبعا قبل ما نبدي بالتحدي لا تنسون لايك واشتراك بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات ودعمونا في كود الايتم شوب اللي هو HUN53. خلنا نبدا بالتحدي واللي هو يقول عليك قيادة السيارة من مجمع التجاري الى منطقة ليسان بارك واللي هي متنزه السعادة. طبعا المجمع التجاري اللي هي منطقة ريترو واللي هي معروفة طبعا في كل السيزنات موجودة هي في سانت بارك. طبعا اكثر السيزنات صد، انما راح تاخذ اول ما تنزل بريترو او مجمع التجاري راح تاخذ السيارة مباشرة، راح تنطلق الى متنزه السعادة. فلذلك انت تاخذ سيارة واحدة واللي هو لازم توصل السيارة قبل 4 دقائق، يعني اذا وصلت اكثر من 4 دقائق راح يخرب عندك المهمة او تفشل عندك التحدي، راح يفشل عندك التحدي. لذلك راح انت تاخذ السياره وعلى السريع راح تروح الى منطقه ليسان بارك. لا حاول تسوق على الطرقات، لان اذا ابتعدت عن طرقات ممكن السياره راح تمشي على كيفها اكثر، او ممكن ما راح تقدر يعني تمشي براحتك والسياره تزحلك. فلذلك انت راح تاخذ السياره وتمشي على الطرق العامه حتى توصل منطقه متنزه السعاده باسرع ما يكون. واعتذر يعني عن تأخير التحدي لأن جاني تحديث 30 أكثر من 30 جيجا طبعا، فلذلك انتم تعرفون الانترنت بطيء، فلذلك حدث تقريبا بيومين، فاعتذر عن التأخير. فلذلك هذا هو التحدي مثل ما تشوفون كمان عندي. أتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسون لايك واشتراك بالقناة وفعل جرس التنبيهات، دمن بكود الايتم شوب اللي ظاهر على يسار الشاشة. كان معكم هنتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.